إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، اشكروا الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ومن هذه النعم العظيمة أن بلغكم وأتمكم رمضان، وقد حرم هذه النعمة كثير من الناس، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن شكرتموه بأفعالكم وأقوالكم وقلوبكم زادكم من فضله وإحسانه وتوفيقه وامتنانه. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بارك الله فيكم. وحينك الله يتمكوا بشيء بشر رمضان، أما العشر الأواخر تبكى بين القطب بشر رمضان، نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وحاو عبادي سنتري سيانو عبادي سن لباتكي كوري، وانا وحيا الله لقار كليهين هبي ندني لباتك او حاو كم اذا ليلة القدر، وصدر يوبا انتي هبي كنوح كترا ابا ليلة المباركة أبين كان بركي وحا وكترة طبعاً كان ضمبئ أين وكترة لبداً هبين بها وحيما لقاك إلهي سودة جنتي قرآن كوحو بلابي بشر رمضان بها بينك الليلة القدر أبو ألا سودة جيهي وأنا إلهي صند كوحو بعدون ربو هبينك لك لصاره والله حد نعفوت كأنت اللي قصوا الرؤوس النظر دي بقوحة نعيطوها هذي رزق تهاي هذي تهاي أجل يا عمري خير يا شربة هذي تهاي بقى وهبين وادي لهاي وينيي وهبين كغفة هدو الله وافتشيو عبادي استو إلهي أولا في دبك يسيهر ونبع من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ما رسوله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. طبعاً كان هبين وإن المتدار كبرد النوم وغفل وقرآن كأنتو كأخري كرك أخري صلاة أنتو كنتو كأني سعد كنتو كنتو صلاة غضو عاد بحين سعد كبر عصا. وهي عائشة رضي الله عنها وحيوري في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزرة. رسولكم تبارك هذا من بركة يسوع قلنا هبئك ونولين تري عبادك ونولين يا أهلك سنو كعين تري وتدار تري وشد وشد المئسرة قلت جايوك يجسنت تري معنا عبادة آدم وتدار تري علما قالوا حكوف الصيران يوم مساج قبل الاعتكاف تري هواك يسوع كفوا عن تري أوامك وحكي حموك أنت اللي قبقنا يا هبينك أما عبادة النوع الاعتكاف كما إن الله يبكر وطبك أنا مساعد كيف تدقي النبا أنت شوكتي بابا ترغي كنت شوكتو بقري. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. رسول كنت من كان رمضان أيضا ب وحكود ذالي ترسيان وحكود ذالي قيمها كان مركا رسولك حكونا لنا يا مساجد كأنواع العبادات صلاة هديتهاي قرآن هديتهاي ذكر هديتهاي دعاء هديتهاي صدقة هديتهاي إيا انت مركا غفك مسلم كوائر وكفة الزوت المكان هبين إسكا كوبا وذلك إسلامات تجمعين تشغلنا وصورتك
jimcaha dambaba inay ciidi noqoto, jimcaha dambaba inay noqoto oo wax suurtagala weeye. Idan markaa ictikaafkii baa dee meesha ka baxay sanadkan, oo axkaamtii ictikaafka ciidamo kamay hadal inuu qofku masaajid iska dego aanu ka bixin oo halkiisa ku sugnaado waa watanka kale yacdi soo maaha. Markaa cibaadaadka iska badsada oo ilaahay subxaanahu watacaala isku xidha yaqiintiga idinka xumaanin. Markaa asbaabtana hala yimaado kalsoonidana yaana idinka lumin. Mar walba haddaad dawaqdaan oo qofkii dhintay waxaad tidhahdaan balaayaa dishay, halkanuu ku dhintay, halkan hadduu ku dhintay inasoo ka dhiman jiray maaha, waa cusub baa dhimashadu, jadiid baa. Mar alla ka baqa subxaanahu watacaala kalsoonidu yaana idinka lumin. Naftaaba idinka sii baxday intaa waxba idin soo gaadhin. Bal masaajidka dhanna egiminka qofi dhaca qufacaya miyaa maqasheena ma hindhisay ma jiro. Ilaahay baa caafimaadka idin siiyey. Dabeen xagaagaa soo dhici doonto dhowr iyo toban cisho kadib rasaasanka iyo afka bufta kuri doontaan xageedu qaban. Marka alla u noqda allah isku xidha yaqiintu yaana idinka xumaan, yaqiintu yaana idinka xumaan. Ilaahayna tala saarta subxaana watacaala weliga ay allah wax kasta hadday kugu dhacaan dhaafi maysid maalintaad lahayd. maanta ilaahay hore kugu qadarun baa la dhiman doonaa. marka baaraka allahu fiikum. khalkhalka intan lahayd iska daay, naftu waa idinka sii baxdayba iyadoo la isgaadhinba. marka allah la noqdo allah la isku xidha. aqulu hadha alqawla wa astaqfiru llaha li walakum innahu huwa alghafuru rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فمن العبادات التي أوجبها الله على المسلمين في هذا الشهر المبارك زكاة الفطر، وقد شرعها الله للصائمين تطهيرا للنفس من أدران الشح وتطهيرا للصائم مما قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو والرفث ومواساة للفقراء والمساكين وإظهارا لشكر نعمة الله تعالى على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه. بارك الله فيكم. عبادتك إلهي الشرعية أم بتشري وحكم الآن زكاة الفطر أم زكاة البدن أم صدقة الفطر أم صدقة البدن wasakada laga bixinayo qofka jirkiisa, qofka ayaa laga bixinaya xoolo sakada laga bixiye waa gaar tan bisha ramadaan markay dhammaato la bixinaya habeenka u dambeeya amba habeenka ka soo horeeya amba bisha dhexdeedaba zakaatu lfidri baa la yidhaha, waana waajib weeye. oo xadiiska ibnu cabaas radi allahu canhuma farada rasuulu llaahi sal allahu calayhi wasalam zakaata lfidri duhrata lisaa'imi min allahwi walrafati waducmata lilmasaakiin. rasuulka alle wuxuu u waajibiyey zakaatu lfidriga duhrata lisaa'imi min allahwi walrafat, qofkii muslimka ah ee soomana in lagaga nadiifiyo intuu soomanaa qaladaduu galay lahwiga hadalladii aan macnaa lahayn hadalladii baatilka ahaa been xan isku dir wax la mid ah iyo ficilada xun ee aan sharci ahaan u bannaanaynba waa duhra min allagwi walrafati, iyo sababta kalena waa ducmata lilmasaakiin iyo in lagu quudiyo muslimiinta saboolka ah. oo asalka waa halkay culimmada qaarkood ku tageen zakaatu lfidriga waxaa la siin karaa uun dadka saboolka ah ee fuqarada ah. oo zakaatu lfidrigan waxaa loo jeedaa xikmadaha ku jira waxaa ka mid a maalinta ciida ee la faraxsan yahay muslimiintu inaanay yeelanin cid aan maalinta waxba karsanaynin oo maaragtay aanu dheer musaabki kaga jirin. dhammaan waa dadka muslimiinta ah ee fuqarada ah ajaarka ah ama macaarifta amba ehelka ah waa in zakaatu lfidrigii la siiyo weeye. zakaatu lfidriguna waxay waajib ku tahay qof kasta oo muslim ah, rag iyo dumarba, yar iyo weyn, addoon iyo mid xoraba.
وهدوها هيستو ما انت ايده ايها من نمدي دوحي اوعوني رحا وحديرات كاوبا بحين الساعة هذا دايلة هيك اقبا دينا اسكبش لكن غفقا قصي التراني وحوية وحو حساب صانية ما انت عيدا محاكو قفلا اذيقي عياك وعشرة يقلن انت اوحي دي هذا هيسو ايوبا اسكبحين الساعة هذا دينا وحوذ واجبك بماها لا يكلف الله نصر الله وسعها لبكي لو يبربا لك بحين يا قفك عدتنا إن عنا إنه بحيننا تبرت والله قب حين كرا قبضت والله قب حين يا سرنا والله قب حين يا بريسك والله قب حين يا دقيق والله قب حين يا سكر تمايا سكر عدت ما طعام ما الماء على وش كتيرة كم واجبين أتيها وين دوق لا هاي واجب كم هاي نتفدر كم بحصة لكن واسك مستحب واصلنا الله إلى حتى كم حين كرت واسك عالمي طيب عتاد أبو بدان عتاد أذكر بحين الساعة قوت الغالب كواحلي يا هذا أذو محل عتاد صومالي وعتاد بس يبريس لما عتاد بس هذا يبريس كاسية يد دقيق ولا حد على قصة ما يريس كجبح أذو من هذا بس يبريس عتاد ما أنت السكات الفدر قاس هذا بحين حير حرو بعد كسر مستكر ميعي قاد مساكين تعورتو دواء هرسوي وحان العريض كهسيبي الله كفر حان العريض وهذا قبان نفسه دعاني تعبين يا الله سيني عذر بوالك بحيني مسألة دفك أمرك أنت بدنك خلطة قفك وإيالك هدو أساس قه هو حبك لقروا أيوه صمك واجبك معه في ذيالك ما بحيه لكن سكات الفدري قوالك بحيني كوالنا حلم والك بحيني هو ما دام علمه يراي سمي حاب الله قبل حين يكوارننا العقل الى حين والله ويلك اساس قينا والله ويلك اساس قيد في غرب خلطه الى حر قبل حين نافذيه مو سوبين وما حقوق كلا قرنا يا ما حب لو ما حد سوني صلاه الله وما حد في دينا لو ما لكن سكات الفدر هو باب كلا هو حكم كلا وين لا قبل حين وين لا قبل حين قفك وين أولاد هذا عروت هذا المصروف هذا كبحينا يعني الماء كله شو قنا هدو قنقاري هاي أشيك وان كبحينا يعني هدي أنا أقول قنقاري هاي نوارد كبر أشيك والله ده ما كنا كبحينا يعني كنت رجع وأنا نية لا شرط يا لعج ما لعج سكدة يعني لعج ما بحين معي قفر رشك هلا سيو يسوي هاي يفسدو يسوي هاي يفسدو سجل يفسدو ان اسكنه هوبي سكاتو الفدري قبل كانت الحين مثلا توقف باتهاي وهاف الحين عشان يلا تنا كيلو وين اسكه هوبي عشان يلا تنكي كيلو ان ديه او مره كان بخار كي قاله سو وين تراده اي صار ساعه انه واحد دعي كرتي انه حكم مقيه وحا كلو دعي كرتي كان سيسي بي انه اسك سي بخي كرا اسو وحا كلو لا سمين كرا قيسكو مركو جارك ام معارفته ام بهلك صبولك dhowr qoys bay isugu dari karaa sakaatul fidri go'an saa ruuxaa ugu noqdaa ilaa hadda tiraahdo shan qof aan mid ba kiilo iyo barki qoys baan seenaya haddii dadku keento waa meesha laakiin qoys baa loo urin karaa jaarka amba 10 qoys oo jaarka aba intina jaarka isugu dari kartaa si ay muddo uga nastaan maaragtay dibka ay leedahay kars ee maarta kars la'aanto مرجع بارك الله فيكم إمك ما الله بحكرة ها واسكت بحكرتها وين ظروف ما اسكت ارتادكم مش غطى قال نبيك سوين ولا سين كرا طب كلا سين يا نوم مساكين تا مساكين تا يفوق رضم بلا سين يا وين دتك الدين تنا نقول له يد كيرو بريساس سنك كنت ورا نقول له يمحوك بحنا يا على عطر يا مترتو مرجع واحد عنان وين لسيو الله يد بارك يو الله نا ينبرينه سعادة نا ينبرينه صدقات كنا لبها ee yaqiin tuna yaana idin ka xumaani islaaliya marka leeyahay Allah ku xidma macnaheedu ma aha asbaabta ka taga wixii asbaab wad la imaraysa haday dawo tahay haday islaalin kala tahay hadii ay taxadar tahay waa la isbasriyaatee oo macdin miigay inay xoolaha dhaqan jiray marka xoolaha cudur galo sida sababko kale ama gudka oo kale deerka xoolaha cudur ka galay way ka qaxay ama waxa loo jiray weena sanaynaya
marka ay hadda qofka uu gaato inuu qabo isaga naftiisa ay islaamiyo de dadka muslimiinta ayaan dib u geysan adiya hadaas leedahay wax baad qaftaa ma ogtay marka deera qufacdana ma aha ila wixii halka buu isaga ka leeyahay sooma wixii waxba kala garan iyagii baan garanayba nimankii waxaan ma aragtay oo jiray anaga oo takhasusnay wax ka dhignay gaw adduunyada imisuu dilay wuxuu dilay 3,300 oo kun buu dilay intaas oo milyan uu gaaray waxay ku leeyihiin waxa la waxa adduunyada intaa la iga soo maray marka la isu geeyo haddii la isla miisaama hadda kuwa dhintay kuwa noolba waxa waxyeelay 2 gram ma gaadhayaan isku darkoodu dhan malaayiinka fayras ee adduunyada maraya ee koronaha ahi 2 gram haddii la miisaamo ma gaadhayaan bal waxa ilaahay ku saliday ninkii qafashta badnaa eeg marka cidda qaadi karta allah um weeye allah um barya baryada ilaahay badsada shakigeena iska daay waan sixidaya waan iska riitimaynaya talo xaggaan taga tala hugma taga talo xaggaan galaa xaggaad geynti bal gal adugu meeshan kale waxa dhiman caro dhiman caro caro dhiman halkaa doonisa gal xaggaan galaa buu ku leeyay ee mowji caloshu meelaa ku اللهم اصلنا غيثا مغيثا هنيئا بريئا عاما صحا طبقا عاشنا غير الرائع نافعا غير الضار اللهم ان في العباد والبلاد من الجهل والضنك ما لا نشكو الا اليك اللهم انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث والرحمه اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين نسال الله العافيه رب العرش العظيم نسال الله العفو والعافيه نسال الله العافيه والسلام صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين واقم الصلاه